ما لفتش نظرك؟ انا كنت فاكره كاتب الموضوع ده من نفسه، بس واحد من صحابه قال لي ان ده موضوع تعبير حضرتك طالباه منهم. السؤال بقى، عنوان زي ده ازاي ما لفتش نظرك؟ الموت، الموت، طفل عنده 12 سنه يفكر في موضوع زي ده ازاي؟ حضرتك بس ممكن تديني فرصه ارد فيها على اسئلتك؟ اتفضلي. اولا ربنا يطمنك على كريم. شكرا. ثانيا كريم ابن حضرتك ولد هادي ومنضبط، ما بيصدرش منه اي تصرفات غريبه في الفصل. ثالثا بقى وده الاهم، انا في اليوم ده قلت للفصل كله كل واحد فيكم يختار موضوع تعبير يكتب عنه 12 سطر، واتمنى ان المواضيع تكون مهمه وشيقه. وفعلا ابتديت الف على الولاد عشان اشوف كل واحد فيهم يختار موضوع تعبير عن ايه، ولما قربت من كريم ولقيته كاتب عن الموت، وزي ما حضرتك شايف ما كانش كتب غير سطر، قلت له يا كريم يا حبيبي اللي انت كاتبه ده، قال لي موضوع تعبير ما حدش هيفكر يكتب عنه، بدليل انه ما كملش كتابه بعد اول سطر. فحضرتك الموضوع بسيط. بسيط ازاي طيب؟ رد حضرتك كان منطقي، ما حدش هيفكر يكتب عنه. يا استاذه، اللحن الاخير انسان يتمنى الموت، ده بسيط؟ انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل ليه بالظبط. هو حضرتك كان هيلفت نظرك امتى؟ وتحس بالواد امتى؟ لما يموت؟ الحقيقه يا استاذ عيسى، الكلام اللي حصل ده حصل قبل الحادثه بثلاث اسابيع. كان في اجتماع مجلس اباء قبل الحادثه باسبوع. وانا ولا لقيت حضرتك ولا لقيت مامتي. وبالمناسبه سالت عليكم. انا بستغرب جدا يا استاذ عيسى. كريم من ساعه الحادثه في كوما. حضرتك جاي تسالني دلوقتي عن الموضوع ده.